نتيجة تحصيل حاصل لما صدر يعني في الأسبوعين الماضيين، خاصة بعد مباراة الحسنية، اللي العام والخاص يعرف باللي يعني المباراة الحسنية ما خدناش أي تدريب حتى يعني يومين قبل المباراة، وهذا الشيء كان منتظر. المهم اليوم أن بغض النظر على النتيجة، بغض النظر على كل شيء، ورثنا وضعية اللي نتحملوا مسؤوليتنا كنا فيها، لأن موش من السهل تواجه الرجاء يعني تعداد بعض المصابين زايد، يعني أسبوعين غايبين من التدريبات. المهم اليوم الوضعية لازم نتعاملوا معها بمسؤولية كبيرة. احنا في هذه الظروف الصعبة اللي مر بها النادي يعني من كل جوانب، انتم تعرفوا العام والخاص يعرف هذا الشيء. اول ان الجانب هذا لازم على كل مقومات النادي يوقفوا باش نسيروا المستقبل، خاصة الظروف هذه. ثانيا احنا رانا مسؤولين ورانا كلنا في بابور واحد كما نقولوا احنا، وانا الشيء اللي يخليني دائما وتكلمتها ونزيد نعاودها، انني ما راحش نمشي من البلد، انا ربان السفينة، انا الاخر اللي غرق فيها.